مثلما يجمع ولي الأمر أبنائه مرة كل أسبوع ليبقى كل منهم على اطلاع بحياة الآخر في حياة تزداد فيها التحديات، هذا هو الحال في هذه القاعة. قرابة 1000 مأمور ومأمورة جوازات كانوا في الصف الأول فيما قيادتهم كانت قابعة في الخلف لإعدادهم لمراحل قادمة أكثر تحديا. جميعنا جنود لإكسبو، جميعنا سفراء لإكسبو، يجب أن يكون هذا الحدث حديث العالم أجمع إن شاء الله. وتواصلنا مع الموظفين تواصل عادي سنوي، رغم أني أنا تواصلي معهم يوميا، ولكن يجب أن يكون أقترب منهم، أستمع منهم، أسألهم، يسألوني، نكسر حواجز المسؤولية حتى يحس الموظف أنك أنت لست بمدير، لأن أنا دائما أطلق شعار بأنكم جميعكم مدراء على مقاعد عملكم، فهم جميعهم مدراء، كل في مقر عمله، في مسؤولية الملقاة عليه ومدير، أنا علي مسؤولية أنا فيها مسؤولة، ولكن فوق هذا يجب علينا أن نرعاهم، أن نهتم بهم، أن نوفر لهم كل مقومات النجاح، لأنهم هم الأهم. تخلل الحفل مواضيع عديدة، الحس الأمني، الريادة المؤسسية، وملف إكسبو الذي تتوقع فيه الهيئة أكثر من 25 مليون زائر عبر منافذها، خصوصا وأن هناك تأشيرات خاصة للمشاركين في هذا الحدث، ولكن الهيئة لا زالت محافظة على المؤشر الأمني وسعادة المتعامل، لكن ما تصبو إليه هو الامتياز، امتياز تعترف به القيادة الرشيدة في 18 من يناير المقبل عندما يتم الإعلان عن أفضل وأسوأ 3 جهات حكومية في إسعاد المتعاملين في حكومة دبي. هذا الملتقى هو ترجمة لجميع الخطط، الصف الأول هم ترجمة لجميع الخطط التي توضع بالتوجيهات القيادة العليا وتترجم إلى خطط، ولكن بدون الصف الأول لن تكون هناك خطط فعالة، ولذلك هم الأهم، هم الأهم في ترجمة هذه الخطط إلى واقع، في ترجمة هذه المبادرات إلى واقع ملموس، مرورا بجميع القطاعات، مرورا بالمطارات ومرورا بقطاعات الأخرى من أذنات الدخول والقطاعات الأخرى أيضا. نحن نهدف إلى تقوية الصف الأول لأنهم هم واجهتنا، هم واجهة الدولة، وبالتالي الانطباع الأول الانطباع الأخير، لذلك هم الأهم. اليوم لما أتكلم عن أنتم الأهم أعنيها بالمعنى والكلمة، أن اليوم نجوم الصف الأمامي سواء كانوا في المطار، سواء كانوا في المنافذ البرية البحرية، سواء كانوا في الإدارة بجميع قطاعاتها، يمثلون الإدارة العامة لإقامة شؤون الأجانب، يمثلون محور مهم جدا في الإدارة العامة لإقامة شؤون الأجانب، انعكاس أو يعكسون الوجهة الطيبة اللي تربينا عليها نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك أنا اليوم أقول لك الملتقى أنتم الأهم، الرسالة الرئيسية من أو سبب الرئيسي لتنظيم الملتقى نوضح لهم مدى أهميتهم، نوصل لهم الرسائل اللي إحنا حاطينها في هذا الملتقى. مهمة مأموري الجوازات ليست سهلة، فهم ليسوا الخط الأول وحسب، بل هم السفراء الأوائل للدولة، ومدراؤهم يعلمون أن روتين العمل قد ينسينا قيمة الذات ومدى أهميتنا، سعادتهم مهمة بقدر سعادة المتعاملين وأمن الدولة. عام واحد يفصلنا عن أكبر حدث في المنطقة، إكسبو دبي 2020. ملتقى هذا اليوم ليس فقط من أجل إكسبو والتحضيرات له لاستقبال أكثر من 25 مليون مسافر ومسافرة، بل هو أيضا من أجل مهمة ستزداد صعوبة، الحفاظ على التوازن بين مؤشر الأمن ومؤشر سعادة المتعامل. اجتماع هذا اليوم هو لسبب أهم أيضا، ما يعرف بدولة الإمارات عجائبها المعمارية كبرج خليفة أو إنجازات كأول رائد فضاء إماراتي وعربي، ولكن لا شيء يتحدث عن خلق ابن وابنة الإمارات وما يضحكهم وما يحزنهم وعن شخصيتهم كمأموري الجوازات من الصف الأول، هؤلاء النجوم. لأخبار الإمارات، يوسف عبد الباري، دبي.